ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي. انا متزوجه وزوجي قبل كده كان بيكلم واحد وهي راجله متزوجه وكده، فما قلت له واجهته بالكلام قال لي ما بكلمهاش، ورجع تاني لما لقيت تليفونه لما لقيته بيكلمها كلمتها، فحلف علي ان انا لو كلمتها تاني هبطال، وانا كلمتيها كلمتها تاني؟ مره كمان. بس كان غصب عني يعني، طب هو حلف قال لك ايه؟ قال لي لو كلمتها تبقى طال. تمام. وحضرتك كلمتيها ليه؟ عشان تبعد عنه يعني ويستنى. كلمتيها بتنصحيها انها تبعد. ما انا كنت كلمتها قبل كده كتير عشان تبعد، وهي متزوجه ومعاها اولاد. تمام. ومره تانيه حلف عليا ان ابني ما يخشش اوضه النوم. لا يعني انت بعد ما حلف عليكي وانت كلمتيها عشتوا مع بعض عادي؟ هو دفع كفارة. تمام. فمرة تانية حلف عليا ان ابني ما يخش اوضة النوم. حاضر. قال لي لو دخل اوضة النوم هتبقى ثلج وكده. وابنك دخل اوضة النوم وابني دخل اوضة النوم. ودفع كفارة تاني؟ لا مش عارفة، هو من ساعتها هو مسافر. طيب حاضر. والله هي مش قضية التهديدات اللي بيقولها ده، سفه، حالة من حالات عدم الوعي وعدم معرفة حق الأسرة وحق الزوجة وأهمية البيت. أما إنسان يتسبب أو يلجأ إلى امرأة متزوجة عشان يكلمها، يتسبب في إفساد بيته من ناحية وإفساد بيوت الآخرين من ناحية أخرى، يعني وقع في مصيبتين. مصيبة إنه جرح الزوجة معنويا إن هي عرفت، والمصيبة الثانية إن هو بيفسد امرأة على زوجها. أيوه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من خبب امرأة على زوجها. ذلك الإنسان يقنع بعطاء الله. كثير جدا من هذه المشاكل سببها عدم اقتناع الإنسان بما رزقه الله. في بعض الحالات الزوجة، أو يعني الزوجة تعرف حد تاني غير زوجها فتطلب الطلاق من زوجها وتتجوز اللي كانت عارفاه، أعتقد ربنا عمره ما بيبارك. أنا هقول لحضرتك، أنا شفت كتير والله، لم أرى امرأة هنأت بسبب هذا الفعل خالص. ما رأيت على مدار المشاكل اللي شفناها. ونفس الحكاية لو هو طلق عشان خاطر يتجوز بالضبط، لا يهنأ، تبص تلاقي المنغصات بتجيل، وكذلك هي يعني تبص تلاقي مشاكل كده تأتي في حياتها تدمر حياتها وتندم على هذا الفعل. هي أساس سعادة الإنسان الرضا بعطاء الله. هو دي مشكلتنا، مشكلتنا احنا مش لا راضيين بالرزق، ولا راضيين بعطاء الله من زوجة، ولا راضيين بعطاء الله بأمور دنيا. فهو قضيتنا ان احنا نرضى بما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ونتذكر بأن الإنسان لو تسبب في إفساد امرأة على زوجها وخراب بيتها، يعلم بأنه سيحاسب ويتعلق هذا الزوج وهؤلاء الأبناء برقبته يوم القيامة، لأنه تسبب في إفساد أمهم على أبيهم أو دمر الأسرة بتاعتهم. ولكن يعني حضرتك خلاص عملت اللي عليكي عشان بس ما تكبرش المشكلة، هو ممكن يطلقها، عملت اللي عليكي ونصحتيه وخلاص على كده. أنت ممكن لو اتصلت بيها تقولها ابعدي عشان ممكن أقول لزوجك بهذه الطريقة، يعني تخوفيها فقط، ولكن ما تقوليش طبعا عشان ما نعرفش إيه المشاكل اللي ممكن تترتب على هذا. وموضوع الطلاق، موضوع الطلاق ده هيتلاقيه تهديدات، هو تهديدات في غضب بتاع، هيطلع كفارات وخلاص ولا يقع طلاق. تمام.